البداية أتوجه بالشكر للإخوة في مركز حديث الفلاحي على هذا المجهود الجبار الذي قاموا به، وبطبيعة الحال فهذا العمل يعتبر وثيقة متكاملة، خاصة أن الكتابة التاريخية لم تعد كتابة يعني مقتصرة على شكل فردي أو شكل واحد أو إنسان واحد، بل الكتابة أصبحت متعددة يشارك فيها جميع المهتمين بمختلف التخصصات، فنصل إلى ما يسمى بتاريخ موضوعي نسبيا، أن موضوعية كاملة أو تامة لا يمكن أن نحصل عليها من خلال الفرد الواحد أو من خلال الشخص الواحد، أنه يكتب حسب ما هو متوفر. أما عندما تتعدى بالكتابات لا يمكن أن نستنتج هذا التاريخ إما من رواية أو من قصة أو من إبداع معين، وربما حتى من لوحات، وربما حتى من آثار مختلفة. لذلك أحيي مرة أخرى الإخوان وأشكرهم على هذا المجهود الذي أعتبره الآن هو عمل جماعي يقدم حدث موضوعي وبشكل عقلاني، وشكرا لكم.